كثير، وكشف عنها تقرير البرنامج الوثائقي لقناة الجزيرة ما خفي أعظم. وأخطرها هو أن النظام في البحرين، كشف البرنامج أن النظام في البحرين يتعامل مع قيادات في تنظيم القاعدة من أجل اختيار المعارضين داخل البحرين. هذه المعلومة الخطيرة لم تكشف فقط موضوع التعامل الذي كان يتم بإشراف مباشر من حاكم البحرين، وإنما لم تكشف فقط أن هناك تعامل بين النظام والأجهزة الأمنية، وإنما كشفت أن هذا التعامل هو بإعاز وضوء أخضر بل مباشرة من حاكم البحرين، ما يعني أن هذا النظام الذي يتهم ويوصم المعارضة بممارسة الإرهاب، الإرهاب متلبس فيه ومن كل نواحي، خاصة وأن التقرير أيضا كشف عن أمور أخرى، أن تهمة الإرهاب التي حاول النظام جاهدا وخاب وفشل بأن يلصقها بالمعارضة، اكتشف الجميع أنها ممارسة من سمخ أفعال هذا النظام، حيث اعترف أحد قيادي الجيش في داخل البحرين أنه رأى بأم عينه أن الأجهزة الأمنية كانت تضع مجموعة من الأسلحة في منطقة الدوار التي اتخذها المواطنون أبان تفجر الثورة في العام 2011، وجاءوا بأنواع مختلفة من الأسلحة ليقولوا أن هذه الأسلحة تابعة إلى المعارضين الذين شهد لهم كل العالم بأن ثورتهم تفجرت في أبهى وأزهى وأحلى صور السلمية التي ربما تألقت بين الثورات العربية. رضي الله عنه. والدلائل والإثباتات أكثر من ذلك فيما تشير إلى استخدام النظام لعلاقته بالإرهاب سواء في الداخل البحريني أو في الخارج البحريني. في الداخل البحريني هناك مفردات يستخدمها الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، هذه المفردات هي مفردات تستخدمها داعش. هناك كتب طبعتها المؤسسة العسكرية التي يحكمها حمد عيسى الخليفة، هذه الكتب هي أقرب وأعتقد بنسبة 100% إلى فكر وإلى عقيدة وإلى مفردات داعش. أيضا هذا النظام استخدم عناصر في بعض الأحيان كانوا نوابا وفي بعض الأحيان كانوا أفرادا عاديين حتى وفي بعض الأحيان كانوا وزراء حتى يدعم الإرهاب خارج حدود البحرين بما يناسب مصلحته السياسية. حسب النظرية التي بثها النظام في العالم يفترض أن هذه الجهات داعمة للنظام، يعني جزء منه، يعني سواء داخلية أو خارجية، سواء هذه الجهات هم من الأشخاص الذين البحرانيون الذين أدلوا بشهاداتهم أو ممن هم محسوبون على تنظيمات أخرى، يفترض أن هؤلاء جميعا متعاطفون مع النظام. لكن يبدو لي أن السيل بلغ الزبا وأن هناك طفح الكيل، أن الكيل قد طفح، وبالتالي هؤلاء هم أنفسهم لم يستطيعوا إخفاء شهاداتهم، لأنهم ربما شعر بعضهم بوخز الضمير، ربما شعر بعضهم أنه استغل لهدف غير أهدافه ولا يستفيد من هذه الأمور شيء، أو أنه طلب منه أن يبيع دنياه دينه بدنيا غيره، أنه يدفع ثمن دينه، ثمن التزامه بالدين، ثمن طاعته لله من أجل أن يتمتع الآخرون بدنياهم، فما هي الفائدة التي يجنيها في هذه الدنيا، خصوصا إذا خسر الآخرة في الاستمرار في دعم الظلم، في دعم القتل، في دعم الإرهاب، في دعم التنكيل بالمواطنين.